عايز اقول لك على منير شاكر، وده احد الموجودين دلوقتي المعتقلين اللي كان على الطياره. مين هو منير شاكر؟ احد المقبوض عليهم في زامبيا دلوقتي، عشان تعرف هم مين وبيفكروا ازاي. انا عايز اشوف بوستاته واعرف دماغه بيفكر ازاي وبيهدد الناس ازاي وبيتعامل مع المصريين ازاي. بيدعو لمحاكمة المدنيين عسكريا، اهو بيقولك المحاكمات العسكرية هي الحل. ده في 2016. انت عملت فينا ايه يا عم السيسي؟ خليتنا كده ازاي؟ ايه العظمة دي؟ الراجل ده معتقل دلوقتي في زامبيا، اتمنى لما يرجعوا يبقوا يقولوا احساسهم عن الاعتقال ظلم لو كانوا مظلومين، يعني واحنا عارفين ان هم مش مظلومين.